القطارة. نتابع بداية هذا الشوط وما يحمله من أسامي أيضا صالت وجالت في هذا العالم الساحر منذ سن الطفولة، تشارك في هذه الانطلاقات بهذه التحديات الجميلة. بن صغان على المقدمة وشعار راشد بن محمد بن فريو المنصوري ننطلق مع المركز الثاني كي أرى الشاهنية بشعار منصور بن عبيد بن سالمين المنصوري ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التحديات لهملولة إهلال بن سالم بالطراف المنصوري متابعا لهذا الانطلاق ننطلق مع المركز الرابع وأرى التحدي لهملولة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري ولكن من الجانب الآخر أرى التسلل أيضا الانطلاق للوثبة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري متابعا لهذا الانطلاق والشاهنية من تتسلل بدورها مع المركز السادس لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان سابع المراكز أرهني بينونة أرى بينونة مع المركز السابع لسعيد بن مطل الرميثي ثامنا من الجانب الآخر أرى هناك الطيارة شعار هيان بن حمد بن هيان العامري بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى بطسوغان لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري وعاشر التحديات جواهر محمد بن عبيد بن حلوس العامري من ينطلق مع جواهر مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام النداء الأول الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة ترقبوهن بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. نعود مع الصدارة نعود مع البداية نعود مع المقدمة وأرى هناك أيضا الاندفاع الواضح على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام التحديات رائعة وبطسوغان اللي انفردت انطلقت بناموس هذا الشوط مبكرا راشد بن محمد بن فريوه المنصوري من يتابع انطلاقة بطسوغان باعدت المسافة أعلنت الانطلاقة المبكر بناموس هذا الشوط مع هذا المسار الجميل. نتابع المركز الثاني وأرى الشاهنية مع المركز الثاني لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري ننطلق مع المركز الثالث كي أرى القدوم أيضا والتحديات لهملولة لهلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الثالث. نتابع المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام وأرى التحديات لهملولة لمسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة هملولة مع المركز الخامس سادسا التحديات أيضا للوثبة بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ومع المركز السادس أرى التحديات من الجانب الآخر أرى هناك الشاهنية شعار حمد بن خيرات بالدودة العامري أيضا يعلن التحدي سابعا التسلل أيضا للطيارة لنهيان بن حمد بن هيان العامري ومع المركز الثامن أرهني الشاهينية بشعار معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان تاسعا من الجانب الآخر سلهودة لخليفة بن علي الرميثي ومع المركز العاشر أرهني الشاهينية سالم بن حمد بقطعة الظاهري من يعلن انطلاقة الشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط والمغادرة للوحة الثلاثة كيلومترات. انتصفنا المسافة بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط ورحلة الستة كيلومترات مع سن الكبار مع الحول المحليات الأصايل. يا سلام نتابع الصدارة وأرى هناك أيضا السلالة الصغيرة
الأفغانية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. شعار راشد بن محمد بن فريوه المنصوري على الصدارة على المقدمة. نتابع المركز الثاني وأرهني الشاهنية لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري. ومع المركز الثالث الشاهنية شعار حمد بن خيرات العامري من قدم أيضا هملول في شوطنا الماضي. ومع المركز الثالث أو رابع التحديات أردت تسلل للطيارة لنهيان بن حمد بن هيان العامري. مع المركز الرابع خامسا القدوم أيضا لهملولة أهلال بن سالم بالطراف المنصوري من يتابع هذا الانطلاق المتميز. ومع المركز السادس من الجانب الآخر هملولة بشعار مسري بن حمد بن مسري بالعرض الحميري. مع سادس المراكز سابع التحديات الوثبة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البقية نتابع المركز الثامن وأرهني سلهودة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من يتابع انطلاقة سلهودة. ومع المركز التاسع القدوم لجواهر لمحمد بن عبيد بن حلوس العامري عاشر التحديات. أرى الانطلاق أيضا للشاهينية السالم بن حمد بقطعة الظاهري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذه التحديات بهذه الانطلاقات المتميزة في هذه الأمسية التراثية الجميلة مع رحلة الستة كيلو مترات. نعود مع الصدارة نتابع البداية والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. أرهني الشاهنية لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري على المرتبة الأولى حاملة للرقم واحد من تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. نتابع المركز الثاني والتنافس أيضا والصراع مع المركز الثاني. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الشاهنية شعار حمد بن خيرات العامري من ينطلق مع المركز الثاني. ثالث المراكز المركز الثالث الطيارة لنهيان بن حمد بن هيان بن سالم العامري. مع المركز الثالث الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. ومع المركز الرابع جواهر لمحمد بن عبيد بن حلوس العامري. ننطلق مع المركز الخامس من الجانب الآخر أرى هناك سلهودة لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي. ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة نتابع الصدارة نتابع التحدي. الكوكبة الثلاثية نتابع الشاهينية اللي قايد المجموعة. يا سلام ولكن التغيير الطيارة انطلقت بناموس هذا الشوط وبشعار هيان بن حمد بن هيان العامري. يا سلام المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك الشاهينية لحمد بن خيرات العامري. ثالثا الشاهينية لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري. وصلت الطيارة مع أول ندى لمنصور بن شيبة السبوسي من يتابع انطلاقة الطيارة. تتدخل بأول ندى تنطلق مع المركز الثالث عينها على صدارة هذا الشوط. يا سلام التحديات الانطلاق الأخير. ولكن طارت الطيارة الشاهينية مع المركز الثاني. الثنتين بعد المسافة ارقصن في اللحظات الأخيرة. التنافس ما بين الطيارة الشاهينية والطيارة والمعركة طاحنة الشاهينية تتسلل تنتزع الصدارة بتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار الشعار العيناوي. يا سلام الشاهينية تنطلق ولكن الطيارة واللحظات الأخيرة المعركة طاحنة ما بين الطيارة الشاهينية ولكن الطيارة. تهانينا انهيان بن حمد بن هيان العامري المركز الثاني. لا الشاهينية تصل للمركز الثاني لحمد بن خيرات العامري. المركز الثالث لمنصور بن شيبة السبوسي. المركز الرابع لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي. المركز الخامس الشاهنية لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الطيارة إلى خط النهاية. تهانينا نهيان بن حمد
بن هيان العامري تقطع المسافة في 9 دقائق 37 ثانية و3 أجزاء من الثانية. الشاهنية تصل مع المركز الثاني لحمد بن خيرات العامري، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول 9 دقائق 37 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لبرغاش حمد بن خيرات العامري على فوز الشاهنية بالمركز الثاني، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الطيارة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق هذه لحظات الوصول 41 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمنصور بالشيبة السبوسي، تهانينا لجميع الفائزين.